أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها
رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنزه عن إدراك البصائر، المقدس عن النظائر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنتخب من أطيب العناصر وأنجب العشائر، وعلى آله وصحبه ذوي المفاخر والمآثر. أيها المجلس الكريم من جمهورية مصر العربية الشقيقة، نزل ضيفا على الزاوية البلقائدية وروضة الدروس المحمدية صاحب السماحة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عضو المجلس الأعلى للثقافة، عضو مجمع البحوث الإسلامية لمصر، رئيس جامعة الأزهر سابقاً، ليلقي على مسامع حضراتكم درساً من الدروس المحمدية موضوعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في ميدان الدعوة إلى الله، فليتفضل. شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأحييكم جميعاً بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته. وأتوجه بالحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونتوجه بالصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. ثم أتوجه بالشكر إلى راعي هذه الدروس والقائم عليها سماحة الشيخ محمد عبد اللطيف بلقايد، متعه الله بالصحة والعافية. وقد رأيتني أكتب بعض أبيات تحية تقدير وإجلال ومحبة لسماحته أبدأ بها حديثي إلى حضراتكم، حيث كتبتها على عجل في خاطرة قلت فيها: بهذا المنتدى الحر الشريف بدا نور لكل أخ أليف، فنور العلم يشملنا جميعا لأن مضيفنا أسمى مضيف، وحفتنا الملائك مشرقات لهذا المجلس البر المنيف. بدا بلقائد يهدي الحيارة بنور تقاه في ظل وريف، وفي وهران زاوية تجلت بأهل هدى وذي عقل حصيف،
وفيها من شباب العلم، وفيها من شباب العلم جمع ينادي كل ذي فكر طريف. أضاء المنتدى للعلم فينا ولي الله ذو القلب العفيف، تواضع بين كل الناس حتى تراه كواحد بين الضيوف. وهذا شأن أهل الله حقا وشأن ولينا البر الشريف، إذا سألتنا عنه أجبنا بحق شيخنا عبد اللطيف. أسأل الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يبقي نداء الحق في هذا المكان وفي نظائره في عالمنا الإسلامي الذي تحاول الفتن أن تقتحم حماه، ولكن ما دامت مثل هذه المجالس قائمة موصولة بالسماء فلن يستطيع أحد أن ينال منا منالا. وإذا كان حديثنا لحضراتكم تحدد موضوعه عن صحابة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن دورهم في ميدان الدعوة، فإن الصحابة تعرضوا أيضاً لهجمات شرسة، ما كان يحق لإنسان ومعه عقله أن ينال منهم بعد أن قال القرآن فيهم ما قال: محمد رسول الله، الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أبعد أن يقول رب العزة والجلال رضي الله عنهم ورضوا عنه يحاول أن يقتحم حماهم غر أو جاهل أو معاد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بعين النبوءة والوحي والإلهام وصانا وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. لا تسبوا أصحابي، يا من تسبونهم الآن، لو أنفق أحدكم من الذهب بمقدار جبل أحد ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة، لأن مكانتهم عند الله عالية ولأن منزلتهم عند الله سامية. ثم يحذر أشد التحذير من أن يجعلهم أحد غرضا، فيقول صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي، خافوا الله، اتقوا الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. على هذا النحو حذر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من النيل منهم، وبين لنا مكانتهم العظيمة. فنحن لم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لم نشاهد الوحي ينزل عليه، إذن كيف آمنا؟ كيف أخذنا الإسلام؟ كيف وصلت علومنا إلينا؟ علوم الإسلام كتابا وسنة كيف وصلت؟ إنها جاءتنا عبر هؤلاء الصحابة، فهم الذين شاهدوا الوحي، وهم رموز الدين، وهم نقلته وحماته، وهم الذين سمعوا القرآن والحديث والأحكام
ونقلوا كل ذلك إلينا. وإذا نظرت إلى واحد منهم وهو يصون أشرف تراث في الوجود، واحد كجابر بن عبد الله عندما بلغه أن حديثا لم يصله من أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف أن يموت قبل أن يكتبه، فاشترى جملا وشد رحاله وسار مسيرة شهر من الحجاز إلى الشام، مسيرة شهر على جمل، حتى قابل عبد الله بن أنيس. فلما قالوا له جابر بالباب، قال جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يعدو حتى وطأ ثوبه وعانقه وقال: ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟ قال: حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه منه إلا أنت، فخشيت أن أموت أو تموت دون أن نكتبه. قال: فيما؟ قال: في المظالم. قال: نعم، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى العباد، أو قال الناس يوم القيامة، عراةً غرلا بهما. قال: ما بهم؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة حتى أقص حتى اللطمة. قيل: كيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات، يعني يؤخذ من حسنات الظالم وتوضع على حسنات المظلوم، ومن سيئات المظلوم وتوضع على سيئات الظالم. قال: بما؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. فعاد جابر بن عبد الله مسيرة شهر على جمل من أجل حديث واحد. انظروا لنعرف إلى أي مدى بذل الصحابة أقصى ما في الوسع الإنساني خدمة لأشرف ثقافة في الوجود، وحفاظا على سنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورأينا أبا أيوب وهو يقطع رحلة مثلها إلى مصر، ليس من أجل الوصول إلى حديث، فالحديث عنده، ولكن أراد أن يتأكد، حتى أخذ وتأكد من الحديث. وهكذا نرى أن الصحابة بذلوا أقصى ما في الوسع الإنساني، فجمعوا سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نجدها الآن وقد امتلأت بها المكتبات، وامتلأت بها دور العلم والأكاديميات والدوائر العلمية كثيرة في مدوناتها، لكنهم كان الواحد منهم يبذل شهرا على جمل من أجل حديث واحد ليصونوا هذا التراث لنا، حتى نعلم قدرهم وفضلهم وما بذلوه من جهود تذكر فتشكر. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهى عن كتابة الحديث في أول الأمر مخافة أن يختلط بالقرآن، أذن إذنا خاصا لبعض الصحابة الذين لا يلتبس عليهم الأمر أن يكتبوا، لكن الأمر العام عدم الكتابة حتى لا يلتبس الحديث بالقرآن، وقال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في الوقت الذي نهى عن كتابة الحديث أذن لصفوة وقلة من الصحابة كانوا يجيدون الكتابة ولا يلتبس عليهم الحديث بالقرآن، منهم أنس، منهم جابر، منهم عبد الله بن عمر وكانت له صحيفة تسمى الصحيحة، ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص وكانت له صحيفة تسمى الصادقة،
وكان يقول: لا يرغبني في الحياة إلا الصادقة، صحيفة كتبتها من فمه الشريف مباشرة، ليس بيني وبينه فيها أحد. حتى كان يكتب كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، كل قول يقوله في أي مقام أو حال يكتبه. فنهته قريش وقالوا له: تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله؟ رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، ومرادهم أن الإنسان في حال الرضا قد يكتب ما لا شيء فيه، وعند الغضب قد يتأثر ما يكتبه. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أكتب عنك كل ما أسمع يا رسول الله. فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل ما تسمع من رسول الله؟ رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب. فقال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. وأشار إلى فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. فكتبوها في صحف قبل أن يكون التدوين الرسمي على رأس المئة في عهد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وكانت هذه الكتابات في هذه الصحف نواة لتدوين السنة بعد ذلك. وإلى جانب ذلك، كان أول داعية في ميدان الدعوة وأول سفير للإسلام سيدنا مصعب بن عمير، الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد بيعة العقبة ليفقههم في الدين وليعلمهم الأحكام ولينشر الإسلام. فذهب ونزل المدينة ونزل على أسعد بن زرارة، وبينما كان في مجلس من المجالس إذ بأسيد بن حضير قبل أن يسلم، علم أن إنسانا جاء يفرق بين آلهتهم وبين أتباعهم، فأمسك حربته ودخل عليه في المجلس. فلما رأوه قالوا لمصعب: إن أسيدا جاء وفي عينيه الشر. قالوا: لا تخف. قال لهم: لا تخافوا، إنا مع الله. فلما دخل وقال: إلى ما تفرقون بين الناس وتدعون إلى غير ما يعبدون؟ فقال له: انتظر واسمع ما نقول، فإن أعجبك رضينا ورضيت، وإن لم يعجبك كففنا عنك. قال: حسنا. فجلس فقرأ عليه من القرآن وحدثه بما جاء به الإسلام وبما اشتمل عليه الإسلام، فبدأت نفسه تحن للدين، وبدأ قلبه يرق لآيات القرآن التي سمعها، حتى اقتنع وقال: والله إن ما تقوله لحق، ما الذي يفعل من يريد أن يدخل في دينكم هذا؟ قالوا: لا شيء غير أن يتطهر ويغتسل ويأتي للشهادة. فتطهر أسيد واغتسل وجاء يعلنها صريحة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم تتابع من أسلم على يد مصعب بن عمير: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فنظر أهل المدينة وقالوا: من الذي بقي بعد أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وكبار القوم قد دخلوا في هذا الدين الحق؟ فتتابع الناس ودخلوا، ومهد المدينة ليهاجر إليها الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وليدخلها، وقد أشرق الإسلام في كل جنباتها. وكما استمعنا في الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فشاء الله أن يهاجر إلى المدينة فيجد عبق الإسلام قد سبقه.
ويجد مصعب قد نشر الإسلام في أرجاء المدينة المنورة التي كانت يثرب من قبل، فأصبحت المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان اسمها يثربا من قبل مقدمكم، فأصبحت طيبة من بعد لقياك، كانت كسائر بلدان الدنا، فغدت من بعد هجرتكم تزهى بدنياك، قد أصبحت حرما لما سكنت بها، وروضة من جنان الخلد تهواك، تعطرت أرضها لما خطوت بها، وصار مسكا سراها عند مثواك، من أرض طيبة نور عم عالمنا، بشراك يا عالم الإسلام بشراك، فما تجمل رسل الله من خلق ومن فضائل بعض من سجاياك، إنا نحبك عن بعد وعن كثب، وما نسيناك يوما أو سلوناك. وانتشر عبق الإسلام، وكان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الدور البالغ، وكانت لهم اجتهاداتهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم في كثير من اجتهاداتهم، فعندما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وفهم البعض أن الأمر على ظاهره فلم يصلها إلا بعد أن وصل بني قريظة، وفهم البعض الآخر أن المراد أن يتعجلوا، فحيث خاف أن تفوته الصلاة صلى وإن لم يصل إلى بني قريظة. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل الفريقان، قبل اجتهاد هؤلاء وأولئك، وصفهم للجهاد صفا واحدا في سبيل الله. كان هناك اجتهاد أيضا لعمر بن العاص في غزوة ذات السلاسل، عندما كان الجو باردا شديد البرودة، واحتلم وأراد أن يتطهر بالماء، فلم يطق الماء لشدة برودته، فاجتهد وتيمم وصلى الصبح بأصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك الصبح وأنت جنب يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، تيممت لأنني خفت من شدة البرد أن أموت، وقد قال رب العزة: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل منه اجتهاده. انظروا إلى رحمته، انظروا إلى رأفته، وإلى قبوله لاجتهاد أصحابه. اثنان لم يجد الماء فتيمم صعيدا طيبا، وبعد أن تيمم وصليا وجد الماء، أما أحدهما فقال إذا حضر الماء بطل التيمم، فأعاد وضوءه وأعاد صلاته، والثاني قال: ما دمنا قد تيممنا في وقت فقدنا الماء فيه وصلينا فليس علينا تكليف. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للذي لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال للذي أعاد الوضوء وأعاد الصلاة لك الأجر مرتين، وقبل اجتهاد الشخصين صلى الله عليه وسلم. فكان للصحابة رضي الله تعالى عنه في قيامهم بالدعوة وفي اجتهادهم وفي نشرهم وحفاظهم على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم دور كبير، صان لنا أشرف تراث في الوجود. بل كان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين دور بالغ إلى جانب اجتهاداتهم وإلى جانب حبهم لدينهم، أنهم كانوا بدافع حبهم لدينهم وعقيدتهم وربهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيما بينه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان،
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فنراهم قد قاموا بدور الدعوة ليس بالكلام فقط، بل بالفعل قبل القول، وبجانب القدوة، إذ أن القدوة والسلوك وتأثير القدوة والسلوك في 100 شخص أفضل من كلام 100 متكلم في شخص واحد. تأثير فرد واحد، شيخ من شيوخ القدوة والصلاح يدعو الناس بسلوكه وسمته وصلاحه، يؤثر في 100 أكثر من تأثير 100 شخص في شخص واحد. فمن أجل ذلك كان الصحابة ينشرون الإسلام ويقومون بالدعوة بسلوكهم قبل قولهم. ويقول قائلهم: كنا إذا نزلت 10 آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نحفظها وحتى نفهم ما فيها وحتى نعمل بما فهمنا. قال: فحفظنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فكانوا يقدمون الإسلام بسلوكهم. عندما يتقدم أبو بكر ويطلب منه التبرع فيأتي بماله كله، فأقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لآلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يقدم الإسلام بسلوكه حين يصفح عن مصطح الذي خاض في حديث الإفك في الصديقة بنت الصديق ابنته ويعيد النفقة عليه، حين يصفح عن الذي نال منه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات وفي كل مرة يكزم الغيظ، فيقع في الرجل في أبي بكر فيكزم الغيظ، فيقع المرة الثالثة فيخاف أن يتفاقم الشر في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أبو بكر بعد الثالثة ليسكت شره، فنظر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفض خارجا من المجلس، فلحق به أبو بكر وقال: يا رسول الله، أوجدت علي، يعني غضبت علي من مرة أردت أن أسكت شر الرجل بعد أن نال مني 3 مرات؟ فقال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم معلما وموجها: يا أبا بكر، حين كنت تكزم الغيظ في صدرك كان الله قد سخر ملكا من السماء يرد عنك، وحين أردت أن ترد عن نفسك خرج الملك ونزل الشيطان، وما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان، لأن مجالس الخصومات مرتع للشيطان، أما مجالس الصفح والعفو والتسامح فمواطن لملائكة الرحمن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله أين العافون عن الناس؟ أين الذين أجرهم على الله؟ فلا يقوم إلا من عفا. كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواسي، فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل لا تذكرت يوما أنت مدركه، يوما ستخرج فيه كل أنفاسي، يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها، يوم الوداع شديد البطش والباسي، ويوم وضعك في القبر المخيف وقد ردوا التراب بأيديهم وبالفاسي، ويوم أبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس، والناس في منتهى جوع وفي ظمأ وفي شقاء وفي هم وإفلاس، يفر كل امرئ من غيره فرقا، هل أنت ذاكر هذا اليوم أم ناسي؟ سيرسل الله أملاكا منادية، هيا تعالوا لرب مطعم كاسي، هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة، هيا تعالوا إلى بشر وإيناس، أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس. من أجل ذلك قدموا الإسلام بالصفح والعفو والتسامح والحب، قدموا الإسلام بسلوكهم قبل قولهم، بتطبيقهم له قبل أن يطالبوا الغير به. فنرى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما تولى أمر الخلافة
يجمع أقرب الناس إليه، أقرباءه، أصدقاءه، أحباءه، يقول لهم: اعلموا أن قربكم مني ومكانكم مني لا يتيح لكم ما ليس لكم فيه حق، اعلموا أنكم أول من يجوع وآخر من يشبع. فطبق العدالة قبل أن يدعو إليها، طبق على نفسه قبل أن يطبقها على غيره، حتى وجدناه وهو يخطب الجمعة ويقول: اسمعوا وأطيعوا. فيقول أحد الأعراب: لا سمع ولا طاعة يا أمير المؤمنين. قال: لماذا يا أخ العرب؟ قال: لأنك لما وزعت الأكسية وأعطيت كل واحد ثوبا واحدا نراك استأثرت الآن باثنين. فنظر فوجد ابنه عبد الله فقال: أجبه يا عبد الله. قال: إن أبي كما ترون طويل القامة لا يكفيه ثوب، أعطيته ثوبي فوصله بثوبه. فقال الأعرابي: الآن قل نسمع يا أمير المؤمنين. يحاسبون أمير المؤمنين حتى على ملابسه الخاصة. إنها العدالة، إنها حرية الكلمة، إنها أمانة الكلمة. طبق العدالة في أسمى معانيها، لدرجة أنه لما جاء صاحب كسرى يسأل عن عمر وعن مقر الخلافة ووصفوه له، وظل يمشي حتى وصل إلى المكان الذي وصفوه له، فما وجد قصرا ولا وجد حراسا، فعجب وقال: أين مقر الخلافة؟ قالوا: هو هذا البيت. قال: هذا الكوخ البسيط هو مقر الخلافة؟ أين عمر؟ قالوا: هذا النائم المستظل بالشجرة الذي يتوسد زراعة. فقال صاحب كسرى كلمته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية غفلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستلقيا في نومه فرأى فيه المهابة في أسمى معانيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها: أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين علموا الدنيا والذين أخذوا هذا النور من رسولهم صلى الله عليه وسلم وطبقوه عمليا في دنيا الناس. وما كانوا ليقوموا بذلك لولا أن حبهم الذي تفانوا فيه لرسولهم صلى الله عليه وسلم ولدينهم، وأنهم آثروا حبهم لله ولرسوله وللجهاد في سبيله على كل عزيز في الدنيا، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من، يعني لو كانت كل هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا وعيد شديد لمن يؤثر أمور الدنيا على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، تلويح بأن الذي يقبل ذلك يكون من الفاسقين. من أجل ذلك أحبوه من أعماقهم وتفانوا في سبيل نشر الدعوة التي جاء بها حبيبهم ومصطفاهم صلى الله عليه وسلم. تجلى حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم في كل حال وفي كل مقام. في أول لقاء مسلح بين جند الحق والباطل في رمضان في غزوة بدر الكبرى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الصفوف، وقبل أن تبدأ المعركة يقول لهم: من كان له حق فليتقدم وليأخذ قبل أن نلقى الله. فيأتيه سواد بن غزي ويقول: يا رسول الله لي حق.
قال عند من؟ قال عندك. قال وما هو؟ قال وأنت تنظم الصفوف ضربتني فأوجعتني وقد بعثك الله رؤوفا رحيما. قال تقدم وخذ حقك. قال كنت كاشفا عن صدري فكشف عن صدره الشريف فاستلمه الرجل يقبله. قال ما الذي دفعك على هذا؟ قال يا رسول الله ونحن مقبلون على الشهادة في سبيل الله أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جسدي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. برزت محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم التي كانت دافعة لهم لنشر عبير الإسلام في كل الأرض. بل إن أحدهم كثوبان كان ينظر إليه الرسول فيراه أصبح حزينا ضعيفا مهزولا. قال ماذا أصابك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله نأتيك إذا اشتقنا إليك الآن فتملأ قلوبنا ارتياحا وانشراحا وتبل ظمأنا. فتذكرت عندما نكون في الآخرة وعندما نكون في الجنة وتصبح أنت مع النبيين في أعلى الجنان كيف نلقاك وكيف نصبر على بعدك؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت. فنزل جبريل بالآية الكريمة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت مع من أحببت. كان محبتهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم وافتفانيهم من أجل ما جاء به من خير للبشرية جمعاء دافعا لهم لأن يضحوا حتى بأنفسهم. وعندما قال لعمر لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي قال والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء حتى من نفسي التي بين جنبي. قال الآن يا عمر، يعني الآن صدق إيمانه وكمل يقينه. فرأينا أحدهم عندما يؤسر في إحدى الغزوات ويصلب ويقال له تظل هكذا أو أن تسلم لنا محمدا مكانك، يقول له الكفرة تظل هكذا مصلوبا معذبا أو أن تسلم لنا محمدا مكانك، فيقول والله الذي لا إله إلا هو لأن أقتل في هذا المكان أحب إلي من أن يصاب محمد برعاف في أنفه. فيقول شاعرهم أسرت قريش مسلما في غزوة فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا ما سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعاف صلى الله عليه وسلم. كانت محبتهم لحبيبهم وشفيعهم صلى الله عليه وسلم دافعة لهم لأن يتفانوا في سبيل نشر الدعوة بسلوكهم قبل قولهم، لأنهم رأوا فيه سعادتهم دنيا وأخرى، لأنهم رأوا فيه صلى الله عليه وسلم إنقاذ البشرية في الدنيا وإنقاذ البشرية في الآخرة. وهو القائل إن الله أعطى هذه الأمة أمانين من العذاب، ثم تلا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيقول فإذا لحقت مضيت، يعني لحقت بالرفيق الأعلى، تركت فيكم الاستغفار. فمن أجل ذلك عرفوا لرسولهم صلى الله عليه وسلم إنقاذه لهم في الدنيا من عذاب الاستئصال، لأن جميع مخلوقات الله على الأرض تضج من معصية ابن آدم على ظهرها، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من يوم ينشق فجره إلا وتنادي السماء تقول يا رب إذن لي أن أساقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الأرض يا رب إذن لي أن أبتلع ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول الجبال يا رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وتقول البحار يا رب إذن لي أن أغرق ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فأقول رب العزة لمخلوقاته السائرة دعوهم دعوهم لو خلقتموهم لرحمتموهم،
إنهم عبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، بل إنه المنقذ لهم في الآخرة يوم الهول والفزع الأكبر، يوم يضج الخلائق من لدن آدم إلى خاتمهم إلى الأنبياء رسولا رسولا، بدءا بآدم مرورا بنوح وإبراهيم وموسى عيسى. اشفع لنا عند ربك فأقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، فيظلون يتنقلون حتى يصلوا إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأقول أنا لها، ويسجد تحت العرش فأقول له رب العزة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق كلها من هول الموقف. لو علم الآثمون الغاشمون الذين تطاولوا على مقامك يا سيدي يا رسول الله أنه لولا أنت لسحقوا ومحقوا في الدنيا ولولا أنت لسحقوا ومحقوا في الآخرة، فالله أكرم الخليقة كلها مسلمهم وغير مسلمهم، عاصيهم وطائعهم، أنقذهم الله من عذاب الاستئصال في الدنيا ومن هول الموقف في الآخرة بشفاعة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا صاحب الحوض كم للناس من أمل في ورده، يوم تسقي منه كل ظمي لواءك الحمد، يوم الدين تحمله يمناك، يا سعد من تلقاه بالدعم، أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا، تقوم وحدك كل الرسل لم تقم، يقول كل نبي من تهيبه نفسي، وتسجد للرحمن من أممي، تقول أنت لها يدعوك خالقنا اشفع تشفع هنا للخلق كلهم. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم شفعه فينا بجاهه عندك، اللهم امنح بلادنا الأمان واجعل مصر في أمانك وضمانك يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، وفك أسر المأسورين وفرج الكرب عن المكروبين، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك في هذه الساعات الكريمة، من هذه الأيام العظيمة، من هذا الشهر الكريم، أن تبارك في أمتنا، وأن تحفظها من كل مكروه، وأن ترزقها الأمان والاستقرار، وأن ترزق هذا البلد الأمان والاستقرار، وأن ترزق شيخنا فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف بالقايد العافية، وأن تلبسه ثياب العافية هو والحاضرين وأمة محمد أجمعين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.